واحد قرار الاخير اللي اتخذته شركه سوناتراك بالتشاور معي كشخص كمجلس كرئيس مجلس هو تدعيم نقول ماشي تدعيم لكن انهاء العهده تاع المسيرين القدامى في مجلس الاداره والتحاق رسميا بثلاث اشخاص واسماء معروفه من عائله المولوديه وذو كفاءات والناس يعرفوا بيت المولوديه هما السي انور باشطا السي طاهر بالخيري والسي سيد علي عوف وان شاء الله مع بعض ان شاء الله مع هذا الفريق راح نكونوا في المستوى راح عندنا رانا نعملوا بقدم وساق باش نوضعوا قواعد سير شفافه ورانا في صدد التفاوض عندنا عده اسماء والاسم اللي صرحتوا به بالفعل اليوم عندنا لقاء مع سينغيز ان شاء الله الا وصلنا اتفاق راح يلتحق بالعريضه التقنيه وحنا المدرب اللي يجي سواء سينغيز ولا مدرب اخر حنا رانا هنا باش نعطيه طمانينه فيما يخص كل الوسائل اللي يحتاجها تكون تحت متناوله باش ينجح في المهم. الحويسه اللي درناها انه ما نقولوا الا الصراحه للمناصر او للصحفي بركات المعلومه نمدوها صحيحه وفي وقتها وبانتظام لما تمارسوا هذه المهنه الانسان لما يهضر بزاف يقدر يغلط وهذه من اسس اللي راح نتعاملوا ان شاء الله معكم منا وروح انه راح نعطوا جدول تنظيمي اللي يكون فيه الاعلام تاع كمديريه او كطرف تاع كونسيل دادمينستراسيون. اما الاعلام اليومي ففيه مكتب تاع المولوديه اللي فيه راسه ناصر بويش اللي هم دائما على درايه المشاكل اليوميه تاع اللاعبين نتائجها. اما لا لين ايديتوريال يعني كونها فتكون ان شاء الله مره في الشهر. واذا اقتضى الامر فيه امور طارئه طبعا نتعاملوا معها في الحين باش تكون المعلومه في وقتها.